بقى لي فترة كده يا جماعة بشوف اعلانات كتير قوي على الفيسبوك لشركات بتقول انها بتعمل برجر وبتعمل كوردون بلو وبتعمل ستريبس، وبيقولوا ان البرجر بتاعهم بيستخدموا فيه لحم فعلا، وكمان منتجات الفراخ بتاعتهم بيحطوا فيها فراخ فعلا، ما بيحطوش فيها جلد وبواقي فراخ ويفرموهم مع بعض، لا بيستخدموا فيها فراخ حقيقية. فما تيجوا كده نجرب مع بعض وندوق ونشوف، يلا بينا. انا بعد ما كنت هطلب الحاجات دي اونلاين قلت لا انا عاوز اشوف الحاجات دي بعناية الاول قبل ما اطلبها، فلقيت كل المنتجات دي بتتباع عند محل اسمه كاندي شوب في مدينة نصر. لقيت بقى عنده في البرجر حاجات ما شاء الله شكلها جامد جدا. لقيت مثلا عنده شركة سمارت بتعمل برجر سادة، ولقيت شركة تانية زي فرانكس بتعمل برجر بالجبنة والبسطرمة، وشركة فود لافر بتعمل برجر الجوسي لوسي اللي هو برجر لحم بقري عادي بس محشي جبنة شيدر. وانا بشتري الحاجات دي من كاندي شوب نصحوني ان انا اجرب كايزر ماك، بيقولوا ان الكايزر ده هو اللي بيستخدمه ماك او زيه على الاقل، يعني هنجرب برضو ونشوف. كمان لقيت عندهم صوص البيك تيستي، صوص البيك تيستي بتاع ماك ده اللي بناكله مع البطاطس الحلو قوي ده، وبيقولوا لي ان هو طعمه نفس طعم بتاع ماك بالظبط، هنجرب ونشوف. انا قلت الم الحاجات دي كلها ونشوف كده الميكس اللي هنعمله بالحاجات دي كلها هيبقى حلو فعلا ولا لا، خصوصا كمان ان اسعار الحاجات كانت غاليه نسبيا بالنسبه للمجمدات اللي بنجيبها من السوبر ماركت. فخلينا نشوف بقى الساندوتش اللي هنعمله من ميكس الحاجات اللي جبناها دي، هيعمل لنا ساندوتش كده حلو عظمه ولا انزل دلوقتي اروح اجيب دبل بيك تيستي وننفض للقصه دي. يلا نسوي ونشوف. دي بقى المنتجات اللي احنا جبناها. اول حاجه معانا هنا اللي هي من شركه سمارت فود، ده برجر بقري ساده. نفتح كده نبص عليه. حجم قرص البرجر بصراحة ممتاز، بس خلينا برضو نشوف الطعم ما نحكمش بالشكل بس. في كمية دسم يعني متوسطة، مش هقول انها كتيرة، لا هي متوسطة. خلينا برضو نشوف هيبان في التسوية. كيس البرجر السادة ب100 جنيه وفيه 7 قطع. هو السعر محسسني ان هي فعلا هيبقى فيها نسبة لحمة كبيرة، بس خلينا برضو نحكم لما ندوق. البرجر السادة بتاع شركة سمارت. يعني حاجة معانا الجوسي لوسي، مكتوب ان هو محشي لحم بقري مدخن وجبنه شيدر. برضو هنا قرص البرجر حجمه كويس بس شكله كده فيه دهون كتير، مش عارف دي يعني مش عارف ده دهون كتير ولا تلج، بس برضو لو ركزنا في الدهون هنلاقي ان الدهون مش باينه قوي، اللي باين اكتر هي اللحمه. خلينا برضو ما نحكمش بالشكل ونحكم بالطعم او نحكم واحنا بنسوي. شوفوا كده فرق اللون ما بين ده وده، ده المفروض الجوسي لوسي وده اللي هو الساده. كيس الجوسي لوسي بتاع فود لافر ب120 جنيه وفيه 7 قطع، هو غالي بس الطعم هو اللي هيحكم. اخر حاجه معانا البرجر بتاع فرانكس، ده اللي هو تشيزي بيف برجر باسترما، ده برده فيه 7 قطع والكيس ب140 جنيه. برضه هنا قرص البرجر حجمه حلو جدا، وبرضه اللحمه كتير وانسجه الدهون قليله، هو برضه ده لونه مختلف بقى عن الاثنين التانيين. ما نسيتش انا بقى الناس اللي بتحب التشيكن برجر، ده بتاع سمارت فود عندهم برجر كاردون، مكتوب عليه لحم دجاج جبنه شيدر زيتون فلفل لحم بقري مطهي. خلينا نشوف. الكيس من البرجر كاردون بتاع سمارت فود ب85 جنيه وبرضه فيه 7 قطع. ادي كده القرص بتاع البرجر كوردون، هو شكله شكل الكريسبي العادي بتاع المصنعات، والله هو شكله لطيف يعني مش وحش، بس مش باين اي حاجه من اللي جواه. هنعرف احنا بعد ما نسوي هنعرف بقى هو مكوناته ايه بالظبط. دي بقى الحاجه اللي نصحوني ان انا اجربها اللي هي الكايزر بتاع ماك. الكيس فيه 12 قطعه والكيس كله ب35 جنيه، 3 جنيه وحدايه كايزر. طعمها عامل ازاي البتاع دي؟ هنشوف. والله هي كايزرايه ريحتها حلوه والسمسم فيها كويس، والسمسم فيها حلو قوي من جوه، طريه كده وهشه جدا. لا يعني حاجه تدعو للتفاؤل بصراحه. وطبعا بقى الصوصات، صوص البيك تيستي وصوص الشيدر. يلا بينا نسوي ونشوف الميكس ده هيطلع لنا ايه. يلا بينا. رشه زيت بقى صغيره كده. نبدا اول حاجه نسوي البرجر الساده بتاع سمارت.
سوينا كده خلاص اهو الاربع اصناف دول، نشوف بقى الصوصات كده. انا عايز ادوق صوص البيك تيستي ده ضروري. هو ريحته بيك تيستي بيك تيستي، بس خلينا ندوق برضو دي. هدوق الصوص لوحده كده نعرف طعمه كويس. بصراحه ما عنديش اي تعليق، ده صوص البيك تيستي اللي باكله في ماك هو ده. خليني بقى كده ادوق صوص الشيدر ده، مش متخيل يعني من الصوص البيك تيستي عامل كده الشيدر هيبقى عامل ازاي. صوص شيدر ممتاز جدا بصراحه، تقيل قوي الطعم كده، طعم الشيدر الحلو ده. نبدا نجهز الساندوتش وندوق كده الثلاث انواع برجر دول عاملين ايه. هحط صوص الشيدر من تحت وهحط صوص البيك تيستي من فوق. ناخد معلقه حلوه كده نحطها، نحط بقى على طبقه الكايزر اللي بتقفل من فوق دي، نحط عليها هي البيك تيستي. يعني صوص البيك تيستي كده خفيف. خلاص كده الكايزر جاهز ان احنا نحط بقى. نبدا بقى بالساده. والله هو البرجر الساده على الرغم من ان هو كش الساده، بس هو جه على مقاس الكايزرايه اللي هي كبيره. نشوف اللي بعده الجوسي لوسي اللي هو برجر بالجبنه، ده كش قوي ده، حتى بقى اصغر من الكايزرايه. اللي بعده بقى البرجر اللي بالجبنه والبسطرمه. نقفل بقى. المهم احنا كده جاهزين ان احنا ندوق. طبعا مكونات ساندوتش البرجر تختلف من واحد للتاني، بس انا حبيت ان انا اعمل الساندوتش بالمكونات اللي جبناها من كان شوب بس عشان اشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. خلينا نبدا بالبرجر الساده. بسم الله. قطمه كمان قطمه كمان. انا اتفاجئت. بجد انا اتفاجئت، قطعه البرجر طعمها خيالي، طعمها حلو جدا. بس خليني الاول ادوقها كده لوحدها. طعم اللحمه واضح، قطعه البرجر متبله صح قوي، قطعه برجر مظبوطه. حاسس ان انا اعملها في البيت بصراحه، في البيت برده ما تبقاش مظبوطه توابلها كده. بالنسبه للكايزر فهو فعلا حلو جدا، وفعلا زي بتاع ماك طري كده وهش، وطعم السمسم جميل قوي. بالنسبه للصوصات مع الساندوتش، نقله الساندوتش في حته ثانيه خالص، تجربه حلوه جدا، فعلا تجربه حلوه جدا وغير مكلفه تماما. بنتكلم عن البرجر الساده الكيلو ب 100 جنيه اللي هو فيه سبع قطع، يعني القطعه بكام؟ تقريبا بحوالي 15 جنيه. قطعه برجر زي دي ب 15 جنيه ولا حاجه بالنسبه للطعم اللي انا دوقته ده، فعلا ولا حاجة. بس خلينا برضو نشوف البرجر بقى الجوسي لوسي اللي هو بالجبنة ده. لا جوسي فعلا جوسي، الشيدر خارج اهو من جوه قطعة البرجر، وده حشو اللحم البقري، ده اللحم البقري المدخن اللي هو مكتوب على المكونات. ايه ده؟ انا بصراحه يعني على المستوى الشخصي بكره المصنعات جدا، بالنسبه لي هي مش موجوده في الاختيارات بتاعت الاكل، المصنعات الحاجات المجمده اللي بتبقى في الثلاجات في السوبر ماركت دي. بالنسبه لي طعمها وحش قوي، وهي كانت تجربه مره واحده وما فكرتش اكررها تاني. لكن الطعم اللي انا دوقته دلوقتي ده فاجئني قوي. الساندوتش جوسي جدا، قطعه اللحمه طريه قوي، بالنسبه للحشو اللي هو اللحم البقري المدخن ده بجد تحفه، مدي قطعه البرجر نكهه رهيبه. يعني انا بسرعه عايز ادوق اللي هو اللي بالبسطرمه ده، عايز اشوف طعم البسطرمه بقى هيبقى عامل ازاي. خلينا ندوق ونشوف. ادي البسطرمه اهي وادي الشيدر، ندوق بسرعه. هو طعمه رائع جدا، نفس الكلام في اللي فاتوا، قطعه البرجر جوسي قوي وطريه، والشيدر تحفه طبعا، والبسطرمه كده مديه روح. وبرده الكيلو ب 140 جنيه من البرجر اللي بالبسطرمه ده بالشيدر ب 140 جنيه وفي سبع قطع، بكامل قطعه يعني 20 جنيه تقريبا، 20 جنيه مقابل الجوده دي رهيبه. اخر حاجه بقى البرجر كوردون اللي هو فراخ يعني، بس برجر. انا بصراحه مش من هواه البرجر الفراخ قوي، بس خليني اجرب كده برده وادوق. جواه اهو الشيدر واللحم البقري المدخن، خلينا ندوق.
وانا مش عاوز اظلمه عشان انا مش بحب التشيكن برجر. الفراخ طعمها مش لاقيه، في صعوبه شويه عشان اوصل له. خليني اشوف كده، هي الفراخ دي انا حاسس انها مفرومه. خلينا نشوف كده، هو الخليط اللي جوه فيه نسبه فراخ كبيره بس هي برضو مفرومه. مكونات المفروم دايما في الفراخ ما بتبقاش واضحه هي عباره عن ايه، خصوصا كمان ان انا مش ضايق طعم حاجه غير طبقه الكريسبي اللي بره، وده من شركه سمارت اللي هي برضو كانت عامله البرجر الساده، بس البرجر الساده بتاعها كان حلو جدا جدا، بس الفراخ دي لا ما كانتش تجربه موفقه. هي الكيس كيلو برضو فيه 7 قطع ب 85 جنيه، قطعه تقريبا بحوالي 12 جنيه، بس لا ده بالنسبه لي فاكس. برجر اللحمه بصراحه هي اللي كانت فوق الوصف، تجربة بجد لو جربتها هتحبها جدا جدا. بس كده انا خلصت تجربتي مع المنتجات الجديدة للمصنعات. ممكن تعمل تاج لصاحبك اللي بتحب تاكل معاه برجر، ممكن تقولي احسن مطعم بتاكل فيه برجر من وجهة نظرك. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، ممكن تقولي رايك في كومنت، ممكن تعمل شير، دي حاجة هتحمسنا جدا ان احنا نكمل. ما تنساش تعمل لنا فولو لو انت على الفيسبوك، وفولو لو انت على الانستجرام والتيك توك، وما تنساش سبسكرايب على اليوتيوب، وقريب قوي هننزل فيديوهات على اليوتيوب. سلام.